من المرات القليلة جدا أطلب من الأخوة والأخوات منكم متابعين القناة أنه تخلون لايك للفيديو، من المرات القليلة جدا. ولما تسمعني أنه أقول هذا الكلام فاعلم أنه الفيديو مهم جدا جدا جدا. إن شاء الله هذا الفيديو راح يغير مسار أقلها شخص واحد يعلم أن علماء الوهابية ومشايخ الوهابية يكذبون بطريقة واضحة جدا وينكر شيء واضح جدا، وعندما يقيم الدليل الشيء عليه أما ينهي الحلقة أو يحور الموضوع كما سيفعل العرعور. فرجاء أخوي شاركوا الفيديو، انشروا الفيديو، تفاعلوا مع هذا الفيديو بالخصوص. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر فكرية. ما راح أخذ مقدمة كثيرة، إن شاء الله راح أرجع بالتعقيب النهائي لإن صحت العبارة أطلع كل غلي بالعرعور عندما كان يحرف كلام الشيعة وكان يشنع على الشيعة، إن شاء الله بالتعقيب النهائي. لكن كبداية الأخ أبو زيد يسأل بخصوص علم الغيب، هل الرسول يعلم الغيب؟ العرعور يسأل أبو زيد، فأبو زيد يبين له نعم إن الرسول، نعتقد إن الرسول يعلم الغيب من ذي علم. ومن هنا يريد أن يبين الأخ العزيز المبدع الذي لجم الوهابية بدليل قاطع وبرهان ساطع، يريد أن يبين أن هذا الجزء هو ليس جزء ذاتي من الرسول. ونعم أصر بأن الرسول يعلم ما كان وما يكون. أنتم فقط لاحظوا عندما سيذكر له الدليل كيف سيحور الموضوع إلى مواضيع سياسية، وأنا أقصد العرعور. أتمنى منكم تتفاعلون مع المقطع، تشاهدون للنهاية وتحكموا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نعتقد كشيعة اثنا عشرية بأن الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام يعلم الغيب من عند الله سبحانه وتعالى تعلما من ذي علم، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. وقوله تعالى: وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يشتري من رسله من يشاء، صدق الله العلي العظيم. الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي علم الغيب من ربه جل جلاله، وهذا ثابت في كلام الله سبحانه وتعالى. وضحت يا أخ أبو زيد، وضحت الآن. أنا مشان أستفسر حتى أشرح لأهل السنة لعلهم ينتقلون الليلة إلى هذه العقيدة، فبسألك بعض الأسئلة. السؤال الأول: هو يعلم الغيب أم علم وأخبر ببعض الغيب؟ علم وأخبر ببعض الغيب. خلاص متفقين الآن، فنختلف على الجزئيات، لكن العبارات التي وردت في عقيدة الشيعة ليست الأمر كذلك. إعلام بعض الغيب شيء، وأنهم يعلمون الرزايا والبلايا والمنايا، وبيطلع بعينك بيعرف شو براسك وفكرك، وهو عارف فلانة حملة ذكر ولا أنثى، وا وا وا. هذه كتب الشيعة طافحة في هذا الأمر، ولا أريد أن أضيع عليك المكالمة، وأنت سمعت هذا، أنت سمعت هذا. ويقولون يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما كان وما سيكون. هذا السؤال اللي أريد أعلم الشيعة فيه، هذا في عقل بشر يتحمله إلا إذا عقل إله، يعني هو التعبير هذا مجازا، مو مجازا كفرا. ما يمكن أن يتحمل عقل بشر هذه القضايا إطلاقا، بل لا يمكن أن يتحمل ما في نفسه، لأن الإنسان عنده في نفسه ما يقارب من مليون غيب، سواء بجسمه، بعمله، بماضيه، بحاضره، بمستقبله، بجنته، بناره، واحسب ملايين الغيب في السماوات والأرض. فالقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحدا من خلق الله بهذا العلوم يعلم الغيب، هذا كفر وزندقة وعدم وعي للقضية. أما تقول لي أنه علم بعض الغيب فيحتاج منك، أنا وافقتك هي على الملأ، لكن هذا العلم الغيب هل مسائله معدودة محصورة
ولا هي امر مطلق؟ ستقولي طبيعي. اجبني لا باس ان اسمع جواب منك. نعم، بسم الله. ان علم الغيب الذي يعلمه الرسول الاعظم صلى الله عليه وسلم ليس علما مطلقا، وانما وليس علما ذاتيا، بل تعلم من الله سبحانه وتعالى، وهو الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم يعلم بما مكان وما يكون الى قيام الساعه. ها والله دي، اما دي اليوم انا الحقيقه مثل ما بيقولوا مسطن مختبعي. انت تقول الان علم بعض الغيب ثم تقول لي يعلم ما كان وما يكون الى قيام الساعه، كيف يكون هذا التناقض؟ تفضل. يعتبر بعض الغيب بالنسبه الى علم الله سبحانه وتعالى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، اعد العباره حتى لا اظلمك، انه عليه الصلاه والسلام يعلم بما كان وما يكون الى قيام الساعه. جميل جميل، لحظه، بما كان وما سيكون، هذا فعلان جميلان ظريفان مثل كلامك الاول. انا استبشرت خير وقلت اليوم حصلنا شيعي ممكن يهدينا الى الحق. انت تقول ما كان، يعني يعلم النبي صلى الله عليه وسلم اسماء الخلق كلهم من يهود ونصارى ومجوس، كل اسماءهم وتواريخ مواليدهم وماذا فعلوا وماذا جنوا وماذا طاعوا وماذا عصوا وماذا فجروا وماذا كفروا، هذا هو معنى ما كان؟ فلأثبت لك، هل تستطيع ان تعطيني وقتا لكي؟ لا لا، قبل ان اعطيك الوقت تريد ان اريد ان تعطيني الفهم، لاني انا ما قلت كلام انت اول طيب ثم بعد ذلك اتيتني بهذه الباقعه التي لا يتحملها عقل. تقول يعلم ما كان، انا شرحت لك ما كان، ما كان وما كان من كل الزمان، ويعلم الجراثيم والميكروبات والبحار والزلازل كل شيء. اذا لم يكن هذا هو العلم الغيب المطلق، ما هو علم الغيب المطلق؟ قل لي كلمة ما كان. انت تعلم، يبدوني انك شاطر باللغة، مثل ليس مثلي. ما هذه حبيبي تستخدم للعموم ولا للخصوص؟ شيخ الدليل. نعم يا عيني، اسمح لي اتكلم دقيقة. انا عندما قلت انه عليه السلام يعلم بما كان وما يكون الى قيام الساعة، هذا يعتبر علما جزئيا من الغيب كما يعلم اي انسان. موافق موافق، خلاص وافقت، جزء من الغيب. يعني هو الان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ايش في مخي؟ نعم، اسمعني دقيقة. أنتم وتؤمنون، لا يجب عليكم أن تؤمنوا بأن الرسول يعلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة، لأن في كتبكم الصحيحة في صحيح دعك 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 من قصصنا الصحيحة ودعنا من كذا. الآن خلينا، الآن بيني وبينك أنت، خليني بيني وبينك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم الآن وهو عند ربه، وهو ميت عند ربه، يعلم أنه في واحد اليوم إندونيسي عم بيشتري فجل، يعلم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعلم. نعم. ويعلم بعض، ويعلم، لا انا عارف الدليل، مسلم فيه سلفا. والان عندنا 200 مليون اندونيسي، ها؟ ويعلم كل واحد ماذا يفعل بان واحد. شيخ عدنان اسمع. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم ما سيحدث في أحداث سوريا هذه التي تحدث الآن. أيوة. هل تؤمن بهذا؟ أنا طبعا مؤمن. نعم. مؤمن. هات أنتم أعطيني بقى الأدلة، بس أنا ناقصني أدلة. اسمع الدليل، اسمع الدليل. يلا تفضل. بسم الله، صحيح مسلم، باب إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، حديث رقم 2891. حدثنا محمد بن بشار عن فلان عن فلان الى ان قال عن حذيفه قال اخبرني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بما هو كائن الى قيام الساعه. حذيفه بن اليمان يتحدث عن رسول الله اخبره بما هو كائن الى قيام الساعه، فهل فما منه شيء الا وقد سالته الا اني لم اساله عما يخرج اهل المدينه من المدينه. هذا الحديث الاول، والحديث الذي بعده تقريبا نفس المضمون، ولكنه يقول خلي لحظة شوي، لأنه يشار لي بانتهاء الحلقة، و
وأنا مستعد لأن ألقى مثلك يقيم الحجة علي وسأجيبك على هذه الشبهة. جميل. لكن قبل أن أجيبك عن هذه الشبهة، يعني معناها ليس الرسول صلى الله عليه وسلم فقط يعلم الغيب وآل بيت، معناها الصحابة وأبو بكر وعمر. فاتقوا الله فينا، فلماذا تثبتون علم الغيب فقط للأئمة ولا تثبتونه للصحابة ولحذيفة؟ ومعنى هذا أن حذيفة هو جالس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ساعتين، نعوذ بالله من الجهل باللغة العربية، والجهل حتى في العقيدة، والجهل حتى بالفهم. فمعنى ذلك أنا فرحان بهذا اليوم جدا، اللي اعتبارا من اليوم بتقولوا آل البيت والصحابة يعلمون الغيب، ولا تقتصروا ذلك على آل البيت فتظلمون الآخرين. ومعناها الآن حذيفة يوم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الشيعة سيجتمعون مع الأمير كان، وسيجتمعون كذلك مع الروس الشيوعيين الزنادقة لاعب، ومع الصينيين الموسيتونغيين الذين حرقوا المسلمين كما فعل موسيتونغ في الصين كما تعلمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن الشيعة سيجتمعون مع أكثر خلق الله الشيوعية، ومع الموسيتونغية، ومع الصين ومع غيرهم، وستسمح لهم الدول الغربية بدخول قواتهم لذبح أطفال المسلمين. كل هذا كان يحمله حذيفة. حياكم الله من جديد. أعتقد الآن صار واضح ليش قلت أنه تتفاعل مع هذا المقطع، للأهمية القصوى والأهمية الكبيرة جدا. خليناكم مع مقطع والله العلي العظيم هو مقطع من أهم مقاطع قناتي. ليش؟ لأن الشيعة قام الحجة والوهابي تحجج بالوقت وتحجج بمواضيع أخرى. فأنتم أولا إذا نأتي لبداية الأمر نناقش، هل هؤلاء يعتقدون بالرسول، يعتقد العرعور بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، يعتقد بالمعجزة أو لا؟ يقول إذا كان، أنتم لاحظوا كيف يسخف العقول، إذا اندونيسي اشترى كيلو بصل فهل يعلم أو لا والرسول ميت؟ أولا يا عرعور، أنت بصلاتك إذا كنت تصلي يوميا الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، هذه كاعتقاد عند المسلمين بأن الرسول يرد عليك السلام في صلاتك. فشنو التشنيع؟ شو ما هو التشنيع؟ ما هو وجه التشنيع بأن يكون الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله يعلم؟ فالقرآن الكريم يثبت ذلك أصلا. وأيضا نرجع إلى موضوع عقلك ما يستوعب. إذا عقلك ما يستوعب فهذه لا مشكلة الشيعي، ولا استغفر الله، ولا مشكلة الرسول. هذه المشكلة بعقلك. أنت عقلك يستوعب أن الرسول يؤشر إلى القمر فيشق نصفين، النبي موسى مثلا عندما مشي على البحر، هي اسمها خاصية للفضيلة للنبي، خاصية للنبي، تفضيل من الله عز وجل للنبي. فما هو الداعي للتشنيع؟ ما هو الداعي للتشنيع؟ إذن وهذه الطامة الكبرى لهؤلاء، لا يريد أن يسمع دليل. فعندما قال له دعني أبين لك الدليل، أخذ العرعور يشرق ويغرب، تركنا من الدليل، أنا سلمت لك. ولكن الأخ عندما ذكر له الدليل صعق العرعور، والله صعق بدليل حيدري من أبي زيد، هذا الأخ الرائع المعطاء. لاحظتم كيف بيّن له أن حذيفة، صحيح مسلم عن حذيفة، أن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أخبر بما كان إلى يوم القيامة، ما معنى ومجمل ومضمون الحديث. فأخذ يشنع ويقول إذن انتهى الموضوع، الصحابة وأهل البيت عليهم السلام. ما أعرف شنو هذا العقول، هذه العقول هي اللي تسببت بتدمير المجتمعات، وأفتت بقتل الشيعة والتفجير في المجتمعات الشيعية. هذه هي العقول، عقول لا تستطيع أن تفهم كيف ينقض الشخص الآخر على عقيدته. فإذا كان موجود في صحيح مسلم فالأخ أبو زيد لا يلتزم به، لكن يريد أن يقيم الحجة عليك. الشيعي يستطيع أن يثبت عقائده، يستطيع أن يثبت ما يريد إثباته من الكتب الموجودة عنده. فإحنا بغنى عنكم، لكن حتى تصدق وتقام عليكم الحجة. فدخل بموضوع الشيوعية، دخل بموضوع أمريكا، دخل بموضوع قتل الأطفال في سوريا، كل هذه الأمور حتى يحيد عن الموضوع. نترك الحكم للشخص المنصف. وأرجع وأكرر، أتمنى منكم أن تتفاعلوا مع هذا المقطع، تنشرونه بوسائل التواصل الاجتماعي، تنشرونه، تخلوا له لايك،
واي شيء اي شيء تستطيعوا نشره نشر هذا الفيديو لا تقصروا ارجوكم. فلعل وعسى ان يهدي ولو شخص واحد من هذه العقيده التي ضللهم بها العرعور واتباعه. وفي امان الله.